السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن البيفت تيبل، والبيفت تيبل دي من الفانكشنز او من الادوات والتولز اللي لازم تكون عارفها، علشان دي هتلخص لك شغل كتير قوي 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 انت بيكون مطلوب منك في الشركات وبيخلصها لك في لحظة. البيفت تيبل ده بيفت تيبل او بايفت تيبل، يعني في ناس بتقول بيفوت في ناس بتقول بايفوت، انا بقول بيفوت على طول. بيفوت تيبل ده لازم تكون عارفه، علشان ده يعني مش عايز اقول لك هيلخص لك شغل كتير جدا 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 انت مش متخيله. تمام. مبدئيا كده يا جماعه، قبل ما نخش في الفيديو احب اقول لكم ان اغلبيه 80% او 85% من اللي بيتفرجوا على اليوتيوب ما بيشتركوش في القناه، فاتمنى بس حضرتك تدعمني بس لدعمي بس مش اكتر، حضرتك تنزل تحت شويه تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو، ان شاء الله ان شاء الله تستفيد. احنا ما بنتكلمش عن الاكسل بس، احنا بنتكلم عن الاكسل، عن البرامج، عن الابلكيشنز، عن بناء العضلات، عن النحافه، عن ساعات الايد، ساعات الايد وازاي تختار الساعه المناسبه ليك، وازاي تشتري ساعه كويسه وفي نفس الوقت جودتها كويسه، وهكذا. وبنتكلم عن كذا حاجه وعن معلومات عامه، فان شاء الله ان شاء الله تستفيد. فأتمنى ما تبخلش عليا باللايك وتشترك في القناة، شكرا جدا ليك، وإن شاء الله إن شاء الله الفيديو ده هيبقى أسهل كتير جدا في شرح البيفت تيبل. تمام. دلوقتي يا جماعة أنا جايب لكم داتا عن ناس، ده المانجر الاريا مانجر، وده كود الموظف، وده ثواني نشيل دي كده، دي كان شيلها. تمام. ده المانجر وده الفروع اللي هو ماسكها، وده الكود بتاع الموظف، وهكذا. تمام. الفيديو بقى اللي في الحته دي، احنا كل احنا نقدر نعمله ان احنا نلخص، نطلع زي تحليل من من الداتا اللي قدامي دي. تمام. تمام. البيفت تيبل ده فايدته ايه؟ فايدته ان هو بيلخص لك الداتا دي كلها بسرعه رهيبه. بمعنى لو احنا جينا دلوقتي قلنا انا عايز مثلا نعرف مينا فتح الله ده عنده كام بني ادم، كام يعني كام ايجنت شغال معاه في التيم، يعني كام واحد شغال تحت الامبريلا بتاعه تحته. تمام. فانت لما تيجي تعملها باسهل طريقه خالص، لو انت مش عارف اي حاجه تيجي تعمل كده، وتيجي تعمل تختار اهو مينا فتح الله، مينا فتح الله اهو، وتروح عامل كده، هتقول ده عنده 54 بني ادم شغال معاه. تمام. وتكتب هنا مينا، وبعد كده تكتب هنا 54 واحد. الموضوع مرهق، احنا بنتكلم مثلا على اكتر من مانجر. طب احنا عايزين نسهل الموضوع ده ويبقى الموضوع ده سهل وسريع، نعمل ايه؟ هنيجي نقف هنا عادي خالص، نشيل الفلتر ده عادي، نقف في التيبل اللي احنا واقفين فيه ده اللي هو من اوله ايه لاخره دي، نقف كده عادي خالص، ونيجي على انسرت. انسرت دي اللي هي ادراج او تدخل حاجه يعني. ونيجي هنا وتلاقي هنا حاجه اسمها بيفت تيبل. بيفت تيبل هتلاقيها في 2012 2010 2013 و2016. تمام. هنيجي نختار البيفت تيبل دي كده، هتلاقي البيفت تيبل عاملين كده زي بيظلل اهو البتاع على التيبل كله، بيظلل عليه بيقول لك انت عايز تعمل البيفت تيبل ده في نيو ورك شيت، يعني تخليه في تاب جديده زي تاب نيو شيت 2 وشيت 3، ولا تخليه في الاكزيستنج في نفس الصفحه دي. انا عن نفسي انا عايز اخليه في نفس الصفحه، هنخليه هنا ونقف هنا في اللوكيشن، نخليه هنا كده. تمام. علشان عايز اخلي يعني الداتا تبقى باينه جنب يعني اللي احنا طلعناه الملخص جنب الداتا الكبيره. تمام. البيفت تيبل ده يا جماعه فايدته ان انت بتلخص الحاجه كلها، بتسهل على نفسك وبتقرا التحليل بسهوله شويه. نروح دايسين كده اوكي. تمام. اهو بيقول لك انت عايز ايه. انا مثلا لو انا عايز مثلا وليكن الاريا مانجر ده، اعرف الراجل ده عنده كام محل. المحل هو الشوب نيم، اللي اسمه الشوب نيم، الشوب نيم ده اسمه محل. تمام. نيجي نقف هنا ونختار الاريا مانجر، هندوس بس بمجرد ما ادوس عليها بس كده هتنزل في الرو اهو، كل الاريا مانجر نزلوا، كل المديرين نزلوا اهو. تمام. المحلات، المحل اهو ده المحل. تمام. لما اضغط على المحل، لما اجي ادوس على المحل، بص لما اجي اضغط عليه هينزل لي تحت كده. لا انا مش عايزه هنا، نروح شايلونه تاني، هنروح ساحبين الشوب نيم ده ونخليه هنا، نسحبه كده ونخليه هنا. هيجي لي بحاجه اسمها كاونت، كاونت اوف، كاونت اوف، كاونت يا جماعه للي ما يعرفش او لسه ما يعرفش الحته دي، كاونت بتعد اي حاجه، اي حاجه ما عدا الارقام، بتعد الارقام كمان، بتعد كل حاجه لكن ما بتجمعهمش، بتعد بس لكن ما بتجمعش، كاونت. عارفين لو انا خليتها صم فاليو، نخليها مثلا صم هنا
مش هتعد حاجة صفار عشان دي مش أرقام، دي أسامي. فنرجع هنا تاني ونخلي دي كده ايه value، نخليها هنا count، ندوس اوكي. كده ايه بقى، بقى كل واحد بقى عنده كم محل بتاعه. يعني مثلا واحد مثلا زي مارسيل، مارسيل دي اهي، لو انا جيت شفت مارسيل تمام، اديك اجي هعمل هنا واختار كلمة مارسيل، اي مارسيل اهي عندها كام count 21 محل، وهي كام 21 محل. كده احنا ماشيين تمام. تمام طب احنا عايزين حاجة تانية، طب نشيل دي كده، نشيل الشوب نيم دي كده، كده احنا لسه قدامنا الاريا مانجر اهي. طب احنا عايزين نعرف الاريا مانجر دولت كل واحد تحتيه كام بني ادم، فنيجي بقى هنا عند النيم، عند اسامي الناس، ونخليها هنا برضو. هيبقى مثلا واحدة زي مارسيل عندها 21 بني ادم، واحد مثلا زي امر عنده 10 بني ادمين، بيشوي عنده 43 بني ادم، وهكذا. تمام، لان تمام كده، ان كل واحد دلوقتي هيبقى قدامه الفرع بتاعه وهكذا. طب انت دلوقتي عايز تعرف كل فرع، كل اريا مانجر عنده كام واحد وكام فرع، فتروح جاي هنا عند الفرع وتروح دايفه هنا تاني. تمام، هيبقى كل واحد فرع، هيبقى هو عنده 10 بني ادمين، 10 ايجنت، وقدامه 10 فروع، واقفين في 10 فروع. هي دي بس دي داتا سامبل، يعني مش حاجه، مش حاجه اكيوريت، يعني مش حاجه دقيقه يعني، وهكذا. طب عايزين ناخد بقى الداتا دي ونبعتها لحد، هنروح عاملين كده ونعمل كده كوبي، ونخليها كوبي values دي كده. لو انت تيجي تقف كده وتظبط بقى، يعني تعمل مثلا ايه، يعني تعملها بشكل كويس، نكتب مثلا هنا مانجر، وهنا الايجنتس، هو عنده عايز يعرف كام ايجنت، وهنا الشوب نيم، الشوب كاونت قصدي، او الشوبس وخلاص. ونعمل هنا كده، يبقى شكل، يبقى شكل يعني ايه، شكل يعني ادمي يعني. نعمل مثلا كده بالشكل ده كده، والجراند توتال اهو بالشكل ده، ونعمل كده نظلله كده ونعمله بالشكل ده كده عشان يبقى شكل اسمه شكل، يبقى ونخلي دي كده بالبولد عشان دولت الهيدلاين بس كده. البيفت تيبل كما لم تراها من قبل، اسهل ما يمكن. لو في اي حاجة يا جماعة عايزين تسألوا فيها ابعتولي في الكومنتات. وطبعا انا كده خلصت، يعتبر انا كده خلصت. حضرتكم لو انتوا بس عايزين تشوفوا اي حاجة، حضرتك بس انا لو بعد اذنك تاخد من وقتك بس دقيقة دقيقتين، تخش عندي على القناة وتشوف الفيديوهات اللي انا منزلها للساعات وللإكسل وللبرامج وكل حاجة. وان شاء الله ان شاء الله هتفيدك كتير. لو انت عايز تتابع حاجة بلاي ليست معينة، هتلاقي خش كده فوق كده تلاقي حاجة اسمها قوائم او بلاي ليست، اتفرج عليها ان شاء الله تستفيد كتير. ما تنساش، اتمنى طبعا بدعمي بلايك وسبسكرايب في القناة. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.